لعبة انتهت يا دكتور عماد، لهون وبس. لعبة شو؟ ما بفهم عليك استاذ ماهر. شو في النقيب حيان يا دكتورة من إدارة مكافحة المخدرات؟ مخدرات؟ سيادة النقيب أنا ما لي علاقة بأي شيء. فتون كانت نسيانة غرض هون وطلبت مني إنه أجي معها حتى تاخذها، هي كل القصة. أكيد دكتور عماد أكيد، ما في داعي تبرر، أنت فوق الشبهات كلها. بعدين يا دكتور عماد، عبيد ما حكى عنك إلا بكل خير. عبيد؟ ابو سيارة الإسعاف، فتشوا هاي البناية طابق طابق، بتلون تجيبوه من تحت الأرض. دكتورة كنتون كوني منيحة، كل المكالمات اللي تسجلت من هاتف الدكتور عماد هي بصالحك. كلمة الأخيرة للقضاء وأنا بتوقع تكوني بريئة. معقول كون أنا السبب اللي عم بيصير معك؟ بس أنت بدك يدوب جبل الجليد يلي بيناتنا بيوم واحد، هذا الشي صعب، صعب كتير. يا حيان شو؟ يعني هرب؟ فتون؟ طيب شو صار مشان يارا؟ لا خد فتون انت على الإدارة، أنا بجيب أنا يارا. رامي سيدي، أنا بعت لك دولية مؤازرة لعندك. وليكني جاي، ما بتخلي الطير الطاير يمر، عم تفهم؟ عمرك سيدي. سيدي ما تحرم البيت. وين اختفيت؟ وين اختفيت؟ Thank you.
تحياتي سيدي. طمني كمال، كيف الوضع؟ مو منيح سيدي. خير شو في؟ الدكتور عماد انقتل باللحظة اللي فاتوا الشباب يلقوا القبض عليه. وهي البنت اللي بتتعاون معه أنا هلأ ببيتها. فتشنا البيت كله ما لقينا أي أثر، ولا حتى أثر صغير لها. كيف ما لها أثر؟ اسمع، بتتابع شغلك وبتحطني بأدق التفاصيل أول بأول، ومهما كان التفصيل صغير. ماشي؟ حاضر سيدي، حاضر. مين انتو؟ شو بدكن مني؟ عم حكيكن مين انتو؟ ليك اذا بدك مصاري انا فيني اعطيك مصاري، فيني اعطيك اللي بدك اياه. يلا ردوا علي، ليه ما عم تردوا؟ طيب ليش أنا هون؟ مين معلميك؟ معلمي؟ أنت عن شو عم تحكي؟ مين معلمك؟ ما في داعي تبرر، انت فوق الشبهات كلها. بعدين يا دكتور عماد، عبيد ما حكى عنك الا بكل خير. عبيد؟ واذا طلع كلامك مو مزبوط؟ حكيت لك كل شي بعرفه. اوعك اوعك تكوني عم تكذبي علي بحرف واحد. ريهامتي خليكي هون. مساك هذا الرقم، بتجيب لي اسم صاحبه وبتعرف لي مكان اقامته. حاضر سيدي. يلا روح. احترامي. تاخر الوقت. خير سيدي. كان لازم نحط الرقم بالمراقبه من قبل، هلا ما عاد نلحق. بسيطه سيدي، باقي وقت قليل وبيطلع الصبح، الشباب ما عم يقصروا، بس انت بتعرف الاجراءات. انا مشان هيك بكره الروتين، وخصوصي بهذا الوقت. معك حق. كانك تعبان كثير، روح ريح بمكتبك. ما في اي مشكله سيدي، اذا بتحب ببقى معك. لا تضلك معي، بدي اياك ترتاح لانه هلا بلش الشغل. حاضر، عن اذنك. الله معك.
عم اسمعك. بترجاكي خليني روح. انا لا بعرفك ولا بتعرفيني، شو رح تستفيدي مني؟ ما بعرفك لك، بس بعرف الاوباش اللي مثلك. حيواني غبيه. عرفان السليم، هذا هو المجرم اللي عم ندور عليه. خلي صوته معك. مكان الإقامة يعفور؟ لا لا، هذا العنوان مزور، لهلأ إقامته غير معروفة. طيب سيدي، ممكن يكون كمان الاسم مزور؟ نفس الاسم اللي مسيب على الموبايل المفقود. يا أوامرك سيدي. هلأ ولا شيء، بدنا نحدد منين عم ياخد شبكة وبعدين بنروح منجيبه. إن شاء الله هالمرة رح نجيبه سيدي. إن شاء الله. اسمعيني منيح يا حلوة، إذا ما بتحكي لي كل شي بتعرفيه عن هذا الواطي وين بلاقيه، رح خليك تشتهي الموت وما تلاقيه. هذا هو العنوان. نعم معلم، شو بعمل؟
تأكد معلم؟ عمرك معلم؟ عمرك اوعى تفكري تتحركي من هون، ماشي؟ جبت لي غريمي معك ولا رجعت فاضي؟ لما طلعت من عندك يا بيك كنت ناوي جيب لك غريمك لهون لعندك بإيدي، بعدين اكتشفت اني عم دور بالمحل الغلط لانه غريمك طلع اقرب لنا بكتير مما كنا متخيلين. مين غريمي؟ مين قتل اسعد؟ بدك تجيب لي اللي قتلوا أسعد. أنت يا بيك بالإذن مرحبا أمل. أهلين رهف، كيفك أنت؟ منيحة بس عم بصير معي شغلات غريبة. مثل؟ رعشة وبردية وفجأة جسمي كلياته عم يرجف وما بعرف. بسيطة، ردات فعل عكسية نتيجة خروج الحب من جسمك. يعني جسمي عم ينضف؟ فيك تقولي هيك بس ما فيني أكد لك لتعمل التحاليل واطلع عليها. طيب أنا رح ساوي التحاليل وأمرق لعندك. بأي وقت؟ باي.
أهلين حياة، طمني شو الأخبار؟ تم تحديد مكان عرفان من خلال إشارة الهاتف تبعه ووجهت أقرب دوري للمكان. ممتاز، بتخبرني بكل المستجدات، بدي إياك تدير بالك منيح. تمام، عن إذنك. يعطيك العافية. نبشت المنطقة منيح؟ شبر شبر سيدي. شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ روح على شغلك. مدام في ضيف ناطرك تحت. مين؟ ما خبرني شو اسمه، بس خبرني اني خبرك. معتز بيك؟ طمنيني. مبروك، المواد السامة طلعت من جسمك بنسبة 85%. يعني تحسنت؟ طبعاً تحسنتي، لازم تستمري بالعلاج وما تخلي أي شيء أثر على إرادتك. النكسة أصعب كتير، وأهم شيء أنه تكون نفسيتك منيحة. عن جد ما عم صدق أني تحسنت. يعني هلأ أنا أكيد بضل على نفس العلاج؟ لا، حنغير العلاج هلأ. رح نلغي تماماً هلأ ترامودول ولا جراحة حتى لو كانت صغيرة، ومنبقى على إبر نالوكسين. الشغل هلأ صار مرتبط فيكم أنتوا الاثنين وبس، والعمل موزع بيناتكم. ملف المخدرات رح يكون باستلام رنا، والملف الأساسي والأهم رح يكون باستلامك، وبنفس الوقت أنت مشرف على عمل رنا. بالنسبة لشغلي رح يكون حسب الاتفاق يا آغا؟ أكيد، لأنه شغلك أساسي، وبسبب شغلك نحن موجودين بالمنطقة. موضوع المخدرات موضوع كتير ثانوي، وتجارتنا فيه ليست ربحية على الأطلاق. وبتحب الشغل يكون مثل وقت ليليان؟ أبداً، بتقطعي كل علاقة مع أي شخص كان له علاقة بليليان. بأمرك يا أخ. في أي خبر عن عرفان؟ اختفى من ليلة الحادث. بكل الأحوال انتبه منيح، وإذا بالإمكان تغير مكان سكنك بيكون أحسن. ايه بس انا ما اجتمعت مع عرفان من مرة. الحذر واجب. تأمر يا ها. كأنك أول مرة عم تشوفيني. إيه صح. شلون يعني صح؟ حاسة إنه أول مرة بشوفك.
يعني حاسة إنه رجعت شوف كمال اللي حبيته من جديد. إيه حاسة بشعور كتير غريب. وأنت عن قريب رح تحس فيه. ما فهمت شو هذا الشعور؟ شعور الأبوة. لحظة لحظة أنت لسه بس ما في شي بيمنع. ليش شو كان في قبل يمنع؟ ولا شي بس حاسة أنه عن قريب رح نحقق حلمنا. حلمنا؟ ايه حلمنا. طيب بتصور صار الوقت المناسب؟ لا ابدا القصه بسيطه كتير. سلام. المواجهة أصعب ما توقعت بكتير. واضح سيدي. حربنا يا حيان لا مع تجار المخدرات ولا مع المروجين. مع مين لكان سيدي؟ مع مافيا كبيرة عم تتحكم بكل شيء بالبلد. وطلع عرفان صاحب معمل المخدرات اللي انحرق وعلى الأغلب بيكونوا صفوه هلأ. طيب من قبل مين وليش؟ من قبل مين؟ من اللي خبرنا عن الشحنة المهربة. وليش؟ لأنه صار كرت محروق لازم يخلصوا منه بأسرع وقت. مفهوم. بدي منك شغلة يا حيان. أي معلومة بتجيك، أي ملف بيقع تحت إيدك بيكون سري للغاية، ما حدا بيعرف فيه غير أنا. مفهوم؟ تمام. أنا لازم أروح، إذا بصير أي شيء خبرني فورا. ليش ما بيتم الموضوع عن طريق العقيد كمال؟ مفهوم. على كل أنا بانتظار ملفات. أكيد. سلام. Thank you.
مرحبا. تفضل كمال، تفضل. كيفك؟ منيحة، ماشي الحال. كيف الشغل؟ ما في شي جديد، انت وين مباين؟ انا كل يوم او بالاحرى كل ساعة عندي شغلة جديدة. ايه منيح، اذا هيك بتكسر الروتين. هلا قادر يطلع معك. المهم انا جاي استشيرك بموضوع. تفضل. ما له علاقة بقسم المخدرات نهائيا، له علاقة بالقسم الثاني. طيب شو هو؟ قسم الطب النفسي. تفضل عم اسمعك. شو الشيء اللي بيبرر لشخص انه ينتقل من حالة لحالة بدون اي مقدمات؟ يعني بيكون الشخص مرتاح ومبسوط، وبلحظة بيتعرض لمشكلة او عارض بيخليه ينزعج ويزعل. انا اقصد العكس تماما، يعني شخص كان حزين متشائم ما له طاقة للحياة وفجأة صار سعيد ومتفائل، لقوا فوق هيك بيحاولوا يسعد الآخرين اللي حواليه، شو السبب؟ بيكون له أسبابه اللي بتخليه هيك، أو بيكون عم يعاني من شيء أو خايف من شيء، وبس يزول هذا الخطر والخوف بيرجع لحالته. كمال، أنا ممكن أسألك عن هذا الشخص؟ أنا بعرفه شيء؟ يعني يمكن إذا عرفته ممكن ساعدك أكثر. طيب رح أعمل قهوة وبعدين نحكي، شو رأيك؟ ماشي.